لو أنا داخل في جمعية ساعات بقبض الأول وساعات بقبض الآخر، فهل علي زكاة وإزاي أخرج الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب. فيديو جديد. ناس كتيرة بتهمل إخراج زكاة الجمعيات. الموظفين، كتير من الموظفين بيعملوا جمعيات، فأنت حاجة من الاتنين، لإما بتقبض في الأسماء الأولى لإما بتقبض في الأسماء الأخيرة. اللي بيقبض في الأسماء الأولى يعني بيقبض بدري، يعني مثلا الجمعية ب10,000 جنيه هو قبضها ولسه عليه تقريبا 8,000 جنيه للناس، بس هو في ايده دلوقتي 10,000 جنيه. فهو اللي يخرج الزكاة ازاي؟ يخرج الزكاة على 10,000 جنيه كلها. طبعا لما بيحسب النصاب بتاعه والحول بتاعه. طب 10,000 جنيه ده انا لسه هدفع منهم 8. ايوه، انت كده يعتبر ليك ديون عند الناس. والديون اللي عند الناس لا تسقط الزكاة على القول الراجح. يعني كده أنا أطلع على 10,000 كلهم؟ نعم، لو أنت من الناس اللي بتقبض في الأسماء الأولى. طب لو أنا بقبض متأخر، يعني أنا دافع إقساط أهو، كل شهر بدفع ولسه ما قبضتش، دفعت حوالي 8,000 جنيه ولسه ما خدتش حاجة، وأنا بحسب زكاتي وفلوسي، ال 8,000 جنيه اللي أنا دافعهم دول بحسبهم من الزكاة؟ نعم، بتحسبهم من الزكاة. ليه؟ دول مش في ايدي. ايوه، لان دي تعتبر ديون ليك عند الناس، اسمها ديون مرجوة الاداء. يعني يتحسبوا؟ نعم يتحسبوا. ناس كتيرة بتهمل الامر ده، لكن بنحسبهم علشان نطلع الزكاة بشكل صحيح. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت، شرف القناة، اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.